أمنح الفرصة كذلك للأستاذ أنور مالك الكاتب والمحلل السياسي من فرنسا، رأيك في بيان وزارة الدفاع اليوم والسؤال الأكبر، من يريد استهداف الجزائر عن طريق جيشها وإطلاق هذه الأراجيف والأكاذيب في حق الجيش الوطني الشعبي بخصوص الأزمة الليبية؟ هو نفسه الذي قال يوما لما اندلعت الأحداث في ليبيا، قال بأن الجزائر أرسلت مرتزقة يقاتلون مع القذافي، وفي ذلك الوقت الجزائر طالبت بعدم التدخل الخارجي وإيجاد حل الأزمة الليبية آنذاك بين الليبيين. هو نفسه الذي قال آنذاك أن الجزائر أرسلت مرتزقة وتقاتل مع القذافي وتريد أن تدافع عن القذافي وما إلى ذلك. هي نفسها التي تريد أن يبتعد عن الصوت المتوازن، الصوت العقلاني الذي يبحث في مثلث ثابت يتمثل في الحل بين الليبيين. الزاوية الأخرى هي أن لا تدخل خارجي في الأزمة الليبية، والزاوية الأخرى تتمثل في إيجاد مخرج سلمي وسياسي بعيدا عن العسكرة التي تؤدي إلى الخراب. أعتقد بأن هذه هي الجهات التي لا تريد للدور الجزائري. لو ذهبنا إلى دول المنطقة نجد دول مالت إلى جهة معينة ضد أخرى وما إلى ذلك حسب مصالحها طبعا، ولكن الدولة الجزائرية الوحيدة التي وقفت بمسافة واحدة مع أطراف النزاع والذي حذرت منه على مدار الأزمات منذ انطلاق ما سمي الربيع العربي، والجزائر تحذر من الانفلات، تحذر من التدخل الخارجي. التدخل التركي بلا أدنى شك جاء في إطار خلق التوازن العسكري حتى تستمر الأزمة، وهذا الذي يراد. لذلك يجري محاولة عرقلة الدور الجزائري حتى لا تتدخل بطريقة عقلانية وتجد حل ومخرج إلى هذه الأزمة. لذلك يجري محاولة تشويه الدور الجزائري، عرقلة محاولة الدور الجزائري كي تستمر الأزمة، كي تستمر الأزمة وتبقى على ما هي عليه، لأنه لا توجد الآن الأزمة الليبية كأولوية لدى المجتمع الدولي. هناك عندما تشتعل المنطقة فهناك ملفات أخرى يجري الحل. هنا الآن يجري مفاوضات على الملف السوري وملفات أخرى، لكن الملف الليبي لا يريدون له أن يحل. لذلك أوعز الناتو إلى ليبيا، إلى تركيا، كي تتدخل عسكريا من أجل خلق توازن بين أطراف النزاع، ويستمر النزاع إلى وقت آخر. لذلك يجري محاولة إبعاد وتشويه الدور الجزائري الذي هو الدور العادل والمتوازن والعقلاني والذي لا يوجد بديل له للليبيين إذا أدركوا مخاطر هذه المشاريع التي تستهدف وطنهم وتستهدف وجودهم وتستهدف حدودهم وتستهدف إخوانهم أيضا في المنطقة. طيب أنتقل للأستاذ أنور مالك، رأيه في هذه النقطة، اعتماد بعض من الأطراف والجهات الداخلية والخارجية حتى هنا في الجزائر للترويج لجهة على حساب جهة أخرى في ليبيا، وأصبحنا نرى حتى انقسام في الآراء فيما يخص الأزمة الليبية وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي. بلا أدنى شك على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماهيري طبيعي جدا أن تتعاطف الجماهير وتتأثر بما وسائل الإعلام وتتأثر فتجدها تميل إلى طرف على طرف آخر، ولكن المعيب أن فيه مؤسسات من المفروض أحزاب سياسية معتمدة لدى الدولة الجزائرية وتعلن ولائها مباشرة إلى تدخل تركي عسكري، غزو عسكري تركي إلى ليبيا. هذه الإشكالية. من المفروض أن يكون حزب سياسي يجب أن يلتزم بقانون الجمهورية، يجب أن يلتزم بالسياسة الخارجية هي الجزائرية، ويجب أيضا أن يراعي مصلحة الأمن القومي الجزائري. ولكن للأسف هناك أحزاب سياسية موالية مباشرة إلى تركيا وتعلن بطرق مختلفة ولديها حتى جيوش إلكترونية. وأنا أتعرض ليس فقط في الجزائر، هذا الأمر ليس فقط في الجزائر، نراه في تونس، نراه في، نحن نتكلم عن الجزائر، موجودة في الجزائر، موجودة في تونس، موجودة في كل هذا في كل الدول. ولكن الإشكالية هنا إشكالية خطيرة، لأن القضية أن هناك مشروع بلا أدنى شك، ولا نذهب بعيدا في نظرية المؤامرة أرى ونبالغ فيها إلى حد ما، هنا مؤامرة موجودة ولكن ليست مطلقة، ولكن أيضا نفي وجودها يعتبر غباء سياسي. المؤامرة موجودة ولكن ليس لهذا الحد. وسائل التواصل الاجتماعي اتخذت كطرق من أجل نشر الفوضى التي وجدت إليها لديها أدوات أخرى. لا، لو لم يكن هناك تعنت من القذافي في 2011 ما وصلت الأمور. الجزائر في ذلك الوقت نصحت
أنه يجب أن يكون هناك حل سياسي وحوار، ومعلومات تحدثت أنها أرسلت حتى رسائل إلى القذافي تطالبه بضرورة الحوار مع الأطراف الأخرى حتى لا تذهب الأمور بعيدا، وللأسف لم يستمع. أيضا في سوريا النظام السوري أيضا لم يستمع إلى الصوت العقلاني، لذلك أروج الجزائر، وهنا نقطة إيجابية، لأن الجزائر تعلمت الدرس الكبير ما تعانيه هذه الدول الآن، عانته الجزائر في مطلع التسعينات، والجزائر تعلمت الدروس الكثيرة كثيرة جدا، ولذلك هي تتكلم بمنطق دبلوماسي معروف، العقيدة الدبلوماسية الجزائرية، وأيضا تتكلم بمنطق التجربة التي عاشتها الجزائر، وهذا الذي الآن للأسف الشديد هناك من يريد أن يعمل عكس التيار، يريد أنه يتعاطف مع جهة معينة لأسباب إيديولوجية والأسباب المختلفة حتى الأسباب سياسية. وهناك أيضا خاصة التساؤل، هذا التساؤل اسمح لي أنقله للأستاذ أنور مالك، هل ممكن أن نرى كذلك هذا الانقسام الإيديولوجي هنا في الجزائر، ويظهر للعنان انقسام إيديولوجي واضح في ليبيا ألقى بظلاله على تونس، حتى في الجزائر الآن أصبحنا نرى ونتابع زعماء أحزاب سياسية يعلنون ولائهم لجهة على حساب جهة أخرى، هل ممكن أنه ينتقل هذا الانقسام للجزائر؟ وسؤال ثاني كذلك، تعتقد أنه يجب على رؤساء الأحزاب يلتزموا يعني الرؤية الجزائرية، رؤية الدبلوماسية الجزائرية، أم أنهم هم أحرار كل واحد يصطف مع الجهة اللي حب؟ بلا أدنى شك أن قضية الاصطفاف الإيديولوجي ظاهرة وواضحة، وهناك رؤساء أحزاب غردوا علانية أن وباركوا حتى التدخل التركي، وهناك أيضا اصطفاف مع الطرف الآخر، ولكنه ليس من أحزاب سياسية بقدر ما يكون من المجتمع المدني، أكثر اصطفافهم مع حفتر، هناك أيضا لمن صفوا مع حفتر، ولكن أنا أقول أن قضايا لما تكون سياسية فقط من حق زعيم حزب سياسي أن يعبر عن رأيه السياسي في قضية سياسية خارجية، ولكن لما تكون مستنقع حرب تتعلق بالأمن القومي الجزائري، معناها ليست سياسة ولا دبلوماسية فقط بل تتعلق بالأمن القومي الجزائري، هنا على رؤساء الأحزاب أو الأحزاب السياسية أن يلتزموا بالموقف الرسمي للدولة الجزائرية، لأنه أي شق للصف بهذه الطريقة هو شق صف المجتمع، والدولة الجزائرية في هذه المرحلة محتاجة إلى دعم شعبي لهذه المواقف السياسية. كيف يكون الدور الجزائري والدبلوماسية الجزائرية قوية في الخارج إذا كانت تحدث لها خلخلة في الداخل؟ سيضعفها بلا أدنى شك. وأنا أعتقد بأن كل زعيم حزب سياسي يظهر موقف دبلوماسي يتعلق بالأمن القومي، أعتبر أنها قد تصل إلى درجة الخيانة العظمى للدولة الجزائرية. فمساندة لكن البعض منهم قد البعض منهم لما يستمع هذا الكلام يقول لك أنتم ضد الدول ديمقراطية شرعية، فيه شرعية يعني معترف بها دوليا، أنتم ضد مثلا ضد السراج من تتحدثون بهذه اللغة، أنتم ضد يعني حكومة السراج المعترف بها دوليا، معترف بها دوليا، حتى كثير من الحكومات المنقلب عليها معترف دولي، إسرائيل معترف بها دوليا، هل هذا يعني هؤلاء الذين يقولون السراج معترف به دوليا يجب أن نسانده وندعمه لأنه معترف به دوليا، في نفس الوقت يقولون لا نقبل بإسرائيل لأنها احتلال وكذا وكذا، رغم أنها أيضا معترف بها دوليا. إذا خذينا المعترف الدولي كمقياس، لا، ليست المسألة هنا، المسألة أن قضية نحن نعرف شرعية السراج من أين مستمدة، من اتفاق الصخيرات، اتفاق الصخيرات رئيس الجمهورية المرة الماضية تحدث بوضوح على أن الشرعية هذه يجب أن يعاد فيها النظر، وهذه الأمور. ولكن أنا أقول لما يتعلق الأمر بالأمن القومي، أما قضايا التعاطف الجماهير مع مواقف سياسية وتأثيرات هذه طبيعية تحدث في كل الدول، ولكن لما يتعلق قضية بحرب على الحدود ومستنقع بمعنى الكلمة، بالله عليكم هؤلاء المرتزقة الذين يأتون بهم إلى ليبيا بعد انتهاء الحرب أو توقفها أو كذا، إلى أين سيذهبون؟ نعلم بأنه لا توجد دولة يمكن أن تستقبل مرتزقا كان ضمن تنظيم مدرج في قوائم الإرهاب الدولي، إلى أين سيذهبون؟ سيذهبون إلى منطقة الساحل والصحراء، وستكون الصحراء الجزائرية أحد أهدافهم بلا أدنى شك، هذا سيتضرر. لذلك أنا أعتقد بأن المواقف السياسية والإيديولوجية من قضايا الحروب والنزاعات على حدود البلد والتي ترتبط بالأمن القومي يجب أن تتماهى مع موقف الدولة ومع السياسة الدفاعية للدولة الجزائرية، وأي خروج عن هذا الإطار أعتقد بأنه خروج غير مبرر،
ويجب على مؤسسات الدولة أن تحاسب هؤلاء، لأنه تحريض على الأمن القومي بطرق سياسية وبطرق إيديولوجية أيضا. دعني أختم كذلك مع الأستاذ أنور مالك في دقيقتين كذلك. أستاذ أنور مالك، ما هي الطريقة التي يجب أن تركز عليها الجزائر لإيجاد تسوية وحل للقضية؟ ليس تسوية نهائية، أعلم أن ذلك يأخذ وقت طويل وصعب والطريق يعني مملوءة بالأشواك والألغام، لكن على ماذا يجب أن تركز الجزائر لفتح الباب أمام تسوية في ليبيا؟ بلا أدنى شك بأن المشكلة معقدة جدا ولكنها ليست مستحيلة، وطبعا الحروب دائما تبلغ القمة ثم تبدأ تتراجع وبعد ذلك تظهر المخارج. الجزائر تلعب على عدة أوتار، وأولا على الداخل الليبي، راهنت على الداخل الليبي، تحركت عند حفتر وتحركت عند السراج، وهناك تحركات في عند القبائل، أيضا تحركت مع دول الجوار وعقدت اجتماع دول الجوار، أيضا تحركت على المستوى الدولي في مؤتمر برلين، وأيضا الزيارات الميدانية، الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الخارجية إلى روسيا. أعتقد بأن هذه كلها تدخل في إطار تحضير أرضية. الإشكالية التي كانت قائمة في ليبيا أنها بلغت مرحلة لا توجد ولا أرضية يمكن أن تنطلق منها في إيجاد مخرج. الجزائر يرشحها أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، هناك ثقة في الداخل الليبي في الجزائر، لذلك أعتقد بأن هذا مكسب كبير في التحركات الجزائرية، ولذلك يجب أن يكون هناك عمل كبير كبير جدا، لأن القضية أبعد من صراع ليبي، بل أن ليبيا حلبة لصراعات إيديولوجية وصراعات سياسية ومشاريع للهيمنة على الثروات والهيمنة على مصادر النفط، تتقاتل فيما بينها بأدوات أخرى غير أدواتها، ولذلك الجزائر تدرك جيدا المخاطر المترتبة على تطورات الوضع الليبي، وأعتقد بأن الرهان الكبير الكبير يجب أن يركز على الداخل الليبي، لأن المسألة قبل كل شيء هي ليبيا، وبعد ذلك أيضا على مستوى المجتمع الدولي في إطار ضغوطات على الدول التي تتدخل عسكريا أو بطرق مختلفة من أجل تعفين الوضع. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أنور مالك، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من فرنسا.